هام كان عقده اليوم بين المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد والحزب والمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لقاء اللي كتعرفوا انه كيجي في اوضاع دولية معقدة صعبة بتأثيرات على عدد من الشعوب والبلدان منها بلادنا. بالطبع تطورت ديال القضية الوطنية اللي فيها مكتسبات كبيرة ولكن معاكسات قوية من قبل اعداء وحدتنا الترابية، كل هذه الامور كتطلب تمتين الجبهات الداخلية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لكن نحن نلاحظ في حزب التقدم الاشتراكية بأنه الرد الحكومي والحضور الضروري لمواجهة كل هذه التحديات المتجسدة في ارتفاع الأسعار، في غلاء المعيشة، في ضعف الاقتصاد الوطني إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بالوضع الديمقراطي والحريات ومستويات أخرى. هذا الأمر جعلنا في حزب التقدم الاشتراكي نعتبر بأنه من الضروري أن نحرك حركة اجتماعية سياسية قوية. بدأنا اليوم بهذا اللقاء مع رفاق في الحزب الاشتراكي الموحد لبحث سبل العمل المشترك الذي يمكن أن يؤدي إلى فرز بديل قوي في المجتمع، ونريد أن ننفتح على عدد من القوى المجتمعية الأخرى في أوساط مختلفة لنشكل حقيقة مقترحات قوية قادرة على أن تعبئ الشعب المغربي، تحدث تعبئة اجتماعية وتؤدي إلى الإصلاحات والتغيير الذي ننشده. أولا هذا اللقاء اللي كيجمع اليوم ما بين المكتبين السياسيين ديال التقدم الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد جاء بمبادرة من التقدم الاشتراكي، لكن جاء متوافق مع مبادرة سياسية وطنية كبيرة اللي اتفق عليها المكتب السياسي ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وأنه يطلق نقاش ديمقراطي واسع مع القيمة التقدمية والديمقراطية في البلاد، كذلك مع القوى ديال المجتمع المدني ومع الثقافي أيضا. وجاء كذلك متوافق مع خلاصات وصلت لها المؤسسات البحثية ديال المؤسسة ديال سيدنا سعيد حيتي الدار، ديال علي عتا، عبد الرحيم بوعبيد، علال الفاسي، بكر يعني القادري، عبد الجبري، يعني كل هذه المؤسسات ديال حسن الوزداني كذلك وصلوا النتيجة بأنه أمام الأوضاع المتأزمة في بلادنا لا بد من تجديد الوطنية، هذه الوطنية المتجددة اللي بغيناها تكون مواطنة، مش يمكن لنا نجمعوا اللحمة ديال البلاد ديالنا وأننا نتصدّى للإكراهات اللي هي مطروحة أمامنا، وكذلك التحديات اللي يعني كتستهدف الوحدة الترابية ديالنا، كتستهدف الهوية ديالنا، كتستهدف الخيرات ديالنا، مش يمكن لنا يعني نتجهوا وبقوة يعني نتجاوزوا الترددات والفرص الضائعة باش نبنيو المغرب الديمقراطي، مغرب اللي فيه العدالة الاجتماعية، مغرب اللي فيه المواطنة، مغرب اللي فيه المساواة، مغرب اللي واعي بالرهانات الكبيرة اللي كاينة على مستوى العالمي، أزمة مركبة اقتصادية وكذلك بيئية، كل هذه الرهانات حنا خصنا نستحضروها، وخصنا كقوى تقدمية نكونوا مبادرين في أننا ناخذ واحد مبادرة من أجل إنقاذ الوطن، من أجل تعاقد جديد ما بين الدولة والمجتمع، ورجعوا الثقة في الخيرات السياسي الواعي والخيرات يعني النقابي أو المجتمعي اللي هو واعي، باش يمكن لنا كلنا كمغاربة نقوي اللحمة الوطنية ديالنا ونقدم بلادنا من ونكونوا حاجز أمام كل أطماع باش يبقى الحلم ديال بناء المغرب الديمقراطي اللي فيه العدالة وفيه الكرامة. وبالمناسبة حنا يعني كنعبروا على مواقفنا يمكن تكون تباين فيها، ولكن حنا كنقولوا بان خصنا انفراج في البلاد، وهذا الانفراج كيبدا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحفيين المعتقلين، وكنقولوا بانه بلادنا محتاجه الى مصالحه تاريخيه مع كل جهات مهمشه في الوطن، وكنقولوا بانه الاختيارات اللي دارت بلادنا لا ديمقراطيه، وكنقولوا بان التطبيع يعني هو خيانه، واننا ما خصناش التطبيع مع الكيان الصهيوني، خصنا نحسنوا بلادنا وخصنا نبنيو المغرب اللي هو قادر غدا ينفتح على البلدان المغاربيه، لانه مستقبلنا في المغرب الكبير، مستقبلنا مع افريقيا، مع دول الجنوب، مستقبلنا اننا نبنيو علاقات جديده مع هذا العالم الذي هو في طور التشكل، واللي ربما غنلقاو حنا موقع جديد اللي هو قوي، ماشي غير تابع وديال التخلف وديال التراجع، باش يمكننا نتقدموا ويبقى الامل كاين.